إن مشاركة المؤمنين في إحياء ذكرى عاشوراء رسالة واضحة لكل من يهمه الأمر بأن أولياء أهل البيت عليهم السلام لن يتراجعوا عن التمسك بالذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا مهما كانت التضحيات ومهما كانت التحديات. أيام كان إظهار الولاء لأهل البيت يكلف صاحبه رأسه، بقي أتباع أهل البيت متمسكين بهذا الولاء وأعطوا رؤوسهم في سبيل ذلك. كان في السابق الذين يريدون الوصول إلى قبر المولى أبي عبد الله الحسين للسلام عليه يكلفهم أيديهم وأحياناً أرواحهم، ومع ذلك كانوا يسترخصون ذلك لسبب واحد، أنه لا سبيل لكسب رضا الله عز وجل إلا بالتمسك بهم، لا صراط إلى الجنة إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته وهم لحمته، ولن تشذ عن رسول الله لحمته كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه.